العمل تبعي هو يعطي يعني معنويات او تثبيت وجود الانسان بالكيانات المهزوزه بهذا العالم المتغير اللي فيه امراض سيكولوجيه او اهتزازات نفسيه. العمل تبعي فيه ضخ من القوه والمعنويات الهائله هي يعني تؤكد وجود الانسان ضمن المشاكل النفسيه اللي في العالم. هلا القصه بالعمل تبعي هو في توالد يعني فمستمر فيها الفكاهه. العمل تبعي ممكن هي تحتمل القساوة، تحتمل الألم، تحتمل الفكاهة، تحتمل ناس درويش. بس القصة تبعهم انتشرت حقيقة، هن خرجوا عن إطار الإرادة تبعي أو التملك أو إرادة إيقافهم حقيقة. هن خرجوا عن السيطرة تبعي، أنا برسم بشكل لا إرادي كما هذا القلب تبع سبحان آدم ينبض بشكل لا إرادي.